ومتابعة للموضوع معي هنا في الاستوديو الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط فهد شقيران. سيد فهد أهلا بكم معنا. هذه الأحكام حقيقة ليست بجديدة، يعني عام 2003 و2004 كان هناك من أحكام، ولكن ما الجديد في تنفيذ الحكم اليوم؟ الجديد هو أن الموضوعات المتعلقة بجرائم الإرهاب صارت تأخذ مسارها القانوني الطبيعي. لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء في السنوات الأولى التي كانت فيها محاكمات للإرهابيين، لوجدنا أن هناك بعض الخطابات المناوئة لما تقوم به الحكومات في الخليج، سواء في السعودية أو غير السعودية، بدعوى أن هذه تعارض مسائل حقوق الإنسان. وهذه خطابات حقوقية موجودة في الغرب طبعا، ولكن بعد هذه السنين وبعد التجارب وبعد ما محضت التجارب هذه الدول وأدركت أن الإرهاب لا بد من تقليم أظافره والوقوف بوجهه، أدركوا أن هذه المحاكمات القانونية هي محاكمات حقيقية عادلة أخذت توجهها وأخذت صيغتها وأخذت وقتها وزمنها وأخذت أبوابها. والنظام يعني أصبحت الآن تتعدى انتقادات هذه المنظمات الحقوقية واستوعبوها. نعم استوعبوها، لكن بعد تقادم السنين. ولكن الفارق في السعودية أن هناك نظام قانوني حقيقي بدأ منذ عام 2008 تقريبا، نضج أقول في عام 2008 في المرسوم الملكي بموضوع إحالة موضوعات الإرهاب وغيرها وصدور قانون للإرهاب والجرائم وسواها وتحويلها إلى المحكمة الجزائية أيضا. وهناك أحكام عديدة أيضا تؤخذ، لكن ليس يعني ربما لأن هذا حكم الإعدام أخذ صدى كبيرا في مسألة الإعلام، لكن هناك أحكام تتعلق بالسجن، هناك أحكام تأديبية، وهناك عقوبات صارمة تصدر من هذه المحاكم. وكما نرى أن موضوع الإرهاب الآن أصبح موضوعا لابد أن يواجه بالقانون. بالأمس القريب أصدرت الإمارات قوانين مكملة لقانون الإرهاب الذي صدر عام 2014 بما يتعلق بالكراهية وإلى آخره. كذلك الأمر في تونس الآن، في مصر أيضا اعتمد قانون الإرهاب اعتمده الرئيس الجمهورية، كذلك في تركيا هناك حديث، كذلك في فرنسا عدل قانون الإرهاب أكثر من 14 مرة. الكل الآن مجمع على يجب مواجهة الإرهاب بالقانون. وكذلك في أمريكا نعم الحل في الإرهاب طبعا جزء، بالنسبة الخط القانوني جزء أساسي من الحرب على الإرهاب. سؤال هنا، لماذا تم تأخير تنفيذ هذا الحكم حتى الآن؟ يعني طبعا المؤسسات الأمنية في السعودية كان هناك هدف من هذا التأخير. نعم. هل من معلومات حول هذا الهدف؟ الحقيقة أنا أقول هناك ربما هو تحليل، ولكن لا أمتلك معلومة. ربما يكون هناك مصالح أمنية داخلية تقدرها مثلا الوزارة الداخلية، تقدرها المؤسسات الأمنية الأخرى، أو يقدرها القضاة. وفي المحكمة الجزائية لديها قضاة محترفون ولديهم القدرة على التوقيت إعلان الحكم وإيجاد سبله وحيثياته ومسبباته، وهذه مسألة ربما يكون التأخير إما بسبب قانوني وهذا أيضا وجه طبيعي، أو لسبب أمني. نحن نرى أن بعض القادة الإرهابيين يكونون على مستوى من اختزان المعلومات والقدرة والقبض عليهم ومحاولة أخذ خيوط لبقية الخلايا من قبلهم، هذا أمر وارد في مسائل الإرهاب سواء في السعودية أو حتى في الغرب، يعني ليست مختصرة على الدول العربية. الحقيقة أنا أريد أن أؤكد على نقطة أساسية جدا، وهي أن هذه المحاكمة للإرهابيين هي ليست موجهة ضد فردين اثنين أو ضد ثلاثة أو ضد عشرة، هو توجه دولة حقيقي وتوجه مؤسسات حقيقية، أن هذه البلاد هي للعيش وللحياة وللنمو وللتطور وللازدهار. نعم. من يريد أن ينشر ثقافة الموت وثقافة الكراهية فليس هذا بلدا لمثل هذه الخطابات. أشكرك جزيل الشكر الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط فهد شقيران. شكرا جزيلا أستاذ.